فإن الأمر ليس بالتقليدي، أؤكد، فإني أمشي على حذافيره خطوة بخطوة. فركز يرحمك الله. قال علماؤنا: من أجل ذلك فإن الإنسان بالنسبة لوقوعه في الذنب يسير، لأجل ذلك كانت رحمة الله أوسع. انظر معي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا من خلال الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيضا من خلال الحديث الصحيح الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من طريق أبي هريرة، انظر معي: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. انظر معي: يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لك. وفي رواية: أشهدك أني قد غفرت لك. فيعود فيذنب مرة ثانية، يقع في الذنب فيقول رب اغفر لي، فيقول الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لك. فيعود فيذنب فيقول رب اغفر لي، فيقول تعالى: افعل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. الحديث في الصحيحين. قال العلماء: وليس معنى ذلك أن الأمر دعوة إلى الذنوب والمعاصي والآثام، ولكن الخطاب لمن جاهد نفسه في الله جل وعلا وقهرته نفسه وقره شيطانه فوقع فندم أشد الندم وبكى وسهى ثم عاد إلى ربه فانتهى وكان راكعا ساجدا تقيا فغلب فعاد فغلب. هذا الذي فتح له باب التوبة لأنه يجاهد نفسه أمرها ويشتد عليها بكامل قواه، لا أن يذهب إلى المعاصي، لا أن يتجه إلى المعاصي، لا أن يكون متكاسلا بين البين، فهذا إفك واضح وشر فاضح. أيضا هذا بالنسبة للذنب، وهو الشق الأول من الخطبة. الثاني الشكر. هذا بن آدم الذي يرتكب المعاصي والمحرمات، هذا بن آدم الذي يهيم خلف النساء، هذا بن آدم الذي يرتكب الذنوب إما بعينيه إما بأذنيه إما بشمه إما باتباعه إما بخطاه إما بيديه إما بملء بطنه إما بشغل ذهنه إلى آخره، نسي نعم الله عليه، فهو يدور بين الذنب وبين الشكر على النعم. ركز معي: أعطاه الله جل وعلا نعمة السمع، أعطاه نعمة السمع، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين إلى آخر الآيات، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أعطاه نعمة السمع وحرم غيره منها، فلو أنه فكر في تلك النعمة لأقلع وعاد وتاب وآب. ركز معي: لذا أقول له: يا من أعطاك الله نعمة السمع وحرم الكثيرين منها، هل لا علمت قدرها؟ هل لا ذهبت إلى من لم يرزق بهذه النعمة ونظرت أمرهم؟ حينئذ ستقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يا صاحب النعمة هذه، أين وضعتها؟ كيف سخرتها؟ أفي سماع الحق أم في سماع الباطل؟ سمعت بها القرآن أم سمعت بها قرآن الشيطان؟ سمعت بها الغناء؟ سمعت بها الموسيقى؟ سمعت بها سب الدين؟ سمعت بها المحرمات؟ سمعت بها الغيبة؟ سمعت بها هتك الأعراض؟ سمعت بها النيل من الموحدين؟ اتق الله،
فإنها ستشهد عليك يوم القيامة. يا من أعطاك الله البصر، كيف سخرت البصر في النظر إلى عورات النساء، في اتباع العورات يا عاصي، في النظر إلى المحرمات، في النظر إلى المال الحرام، في النظر إلى الخيانة، سخرت نظرك لكل حرام. هلا سخرته بالنظر في كتاب الرحيم الرحمن؟ هلا نظرت به في القرآن؟ هلا نظرت به في سنة سيد الأنام؟ هلا نظرت به في كل معروف؟ هلا نظرت به في القربات؟ لا حول ولا قوة إلا برب البريات. انظر إلى من منعهم الله الأمر وحرمهم النعمة، وقل الحمد لله الذي عافاني. أيضا يا صاحب اللسان، يا صاحب البيان، أين وجهت اللسان وكيف سخرت اللسان؟ في النيل من الأعراض. سلم منك اليهود وسلم منك النصارى، ولم يسلم منك الموحدون البسطاء. الركع السجود لرب الأرض والسماء. يا صاحب اللسان سخرته في الغيبة والبهتان. يا صاحب اللسان أضعت منك الحسنات وأكثرت السيئات وحطمت الدرجات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. يا صاحب اللسان استمع معي، فإن الأول سخر اللسان في ذكر الرحمن، فكيف سخرته أنت؟ لذلك استمع معي إلى هذا الموقف الطيب المبارك. هذا تلميذ الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه وارضاه يقول: كنا نرى رجلا، صفة الصفوة 2236، كنا نرى رجلا في المسجد وكنا نراه يجلس وحده وكأن الرجل يبكي على أمر لا نعلمه. أما عند الصفة فبالاختصار. قال: فقلنا للحسن إن رجلا يجلس في المسجد لم يكن معنا يوما بالحلقة وما رأيناه اختلط بأحد. قال: إذا أتى المسجد فآذنوني، أي أعلموني بذلك. فدخل فصلى المغرب ثم خلى بنفسه، فاتجه إليه الحسن البصري وقال: يا هذا، أراك قد حببت إليك الخلوة؟ قال: دعني يا هذا، دعني يرحمك الله. قال: وما الذي شغلك عن الناس؟ قال: شغلني عن الناس الذي أمرني به رب الناس. قال: وما الذي شغلك عن الحسن؟ هلا جلست إلى هذا الرجل حتى تستمع علمه؟ قال: شغلني أمري عن الحسن يرحمك الله. فقال له الحسن: يرحمك أنت الله، وما الذي شغلك عن الناس وعن الحسن؟ فبكى ثم قال: يا هذا، إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة، بين ذنب اقترفته إما بلساني وإما بجوارحي وإما بقلبي، وبين نعم كثيرة من الله علي لا تعد ولا تحصى، فأنا أتوب إلى الله من ذنبي وأشكر الله على نعمه. فدمعت عين الحسن ثم قال: يا هذا، والله لأنت أفقه من الحسن، إلزم مكانك. أيضا استمعوا معي لهذا الموقف الطيب المبارك ولن أطيل فيه. هذا إمام من أئمتنا يقول: ذهبت إلى المسجد فصليت المغرب ثم انحرفت، أي خرجت من صلاة المغرب إلى يونس ابن عبيد. ومن هو يونس؟